لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد التحية، كيف قرأت ردود رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على المسودة النهائية والأسئلة المرسلة من الحوار الوطني والتي طرحها في المؤتمر الاقتصادي مؤخرا؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبكل مشاهدي القناة الأولى، وبالتأكيد أستطيع أن أضع عنوانا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء اليوم بأن الدولة المصرية تنتقل من رد الفعل إلى مرحلة الفعل، إلى مرحلة التخطيط على المدى المتوسط. فمنذ بداية الحرب الأوكرانية في 24 فبراير 2022 الماضي، منذ نحو 8 أشهر، العالم مر بتغيرات سريعة ومتسارعة في الأحداث الاقتصادية. كانت كل دول العالم تصدر قراراتها بصفتها رد فعل للمستجدات، ولكن الدولة المصرية الآن تضع ثوابتها. رئيس مجلس الوزراء يعلن خطوطا تفصيلية لما يحدث وستتجه إليه الدولة المصرية في المستقبل خلال 4 سنوات القادمة. وهذا الأمر وإن بدا واضحا من ما عرضه السيد رئيس مجلس الوزراء بأنها خطوط واضحة وقوية تؤسس لاقتصاد ناجح خلال 4 سنوات القادمة، إلا أنه وفي ذات الوقت يعلن بإطلاق منصة تفاعلية من أجل تحديد الأولويات المجتمعية والوصول إلى رؤى مشتركة مع الجميع، وهو الأمر الذي لا يجعل الحكومة تحتكر العمل الاقتصادي والعمل العام، وإنما هي تعمل ويعلن رئيس مجلس الوزراء الخطوط التي تسير فيها الدولة، والحكومة منفتحة على الجميع وعلى كافة مقترحات الجميع طالما كانت في إطار الضوابط ومحددات صناعة القرار الاقتصادي. طيب دكتور وليد، في هذا الإطار لو تسمح لي عن التقييم العام بين السياسة النقدية والسياسة المالية التي انتهجتها الدولة مؤخرا، وأيضا مخرجات وتوصيات الحوار الوطني والذي عرضت في الحوار الاقتصادي مؤخرا في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. كيف تقيم اهتمام الدولة بالاستماع لكافة الآراء والتساؤلات المختلفة من الجهات أو المؤسسات وأيضا من الخبراء لوضع هذه الخطة التشاركية لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها العالم في الوقت الحالي؟ دعنا نبدأ من السياسة النقدية. هناك ثابت الجميع متفق عليه، سواء قبل الأزمة الأوكرانية وقبل كورونا أو بعدهم أو الآن أو في أي وقت، وهو أن سياسة الصرف المرنة هي الأنسب لإدارة الاقتصاد وهي الأنسب لدفع الصادرات وللانخراط في الاقتصاد العالمي. ولكن بنقول سياسة صرف مرنة وليست حرية مطلقة، لأن دور السياسات النقدية هي محاولة الحفاظ على سعر الصرف. الدولة المصرية لما بتستخدم هذه السياسات هي لها سياسات، لها معايير وبتقوم بها الدولة المصرية، وعندما لا تستطيع هذه السياسات تحقيق جانب كبير من الاستقرار فبطبيعة الحال فمرونة السعر بتحكم حكمها. وفي المقابل لما بنتكلم في مع وزارة المالية والسياسة المالية، بالتأكيد تابعنا ومنذ نوفمبر 2016 مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي كيف أن وزارة المالية بتتبنى سياسات متعلقة بتحقيق الفائض الأولي وبالسيطرة على عجز الموازنة وبسير الدين مسارا تنازليا. هذه السياسات سواء السياسة المالية أو السياسة النقدية بيتم التأكيد عليها الآن. فكرة أن هذه السياسات واجهت تحديات كبيرة منذ 24 فبراير 2022 مع تاريخ الحرب الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية بتعلن اليوم ممثلة في رئيس مجلس الوزراء أنها ستستمر في هذه السياسات وستدعمها بسياسات إصلاح هيكلي من خلال إجراءات تدعم نشاط القطاع الخاص، إجراءات تؤدي إلى تحفيز معدلات النمو بحيث يكون معدلات النمو وزيادة الناتج المحلي هي الدعم الأساسي لاستقرار أسعار الصرف واستقرار توازن الموازنة العامة المصرية. بالطبع دكتور وليد، يعني كل الشكر والتقدير لحضرتك على هذا العرض والتحليل. شكرا جزيلا لك الكاتب الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك.